ما حكم كشف النساء لوجوههن؟ عند الرجال الذين ليسوا من محارمهن حرام، أما عند محارمهن فلا بأس، أما كشف وجوههن عند غير المحارم من الرجال فهو حرام. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وإذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين وجوههن عن الرجال. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج أو العمرة، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.